اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج روشته طبعا كل واحد مننا بيبقى محتاج روشته في حياته روشته يمشي عليها روشته يكون بيها بالروشته ديت يعرف نظام حياته ماشي ازاي لما بنروح للدكتور بيكتب لنا روشته الروشته دي بتجمع كل اللي قاله الدكتور وكل ملخص حالتك بيكون في الروشته دي عشان لو خدت الدواء دوت دو هتمشي بنظام معين هيكون ليك نتائج معينه النهارده في برنامجنا روشيت هنتكلم في حاجتين مهمين جدا حاجه مهمه جدا متدا يعني متداوله قدامنا دلوقتي وهي الكورونا والفطر الاسود وهنتكلم على حاجه تانية مهمه جدا التركيز في حياتنا والتركيز في حياتنا ده مهم جدا وخاصه لطلبه الثانويه العامه اللي هم الايام القادمه هيكون عندهم امتحانات ثانويه عامه فهتكون الحلقه بتاعتنا النهارده جزئين جزء طبي وجزء عن التركيز نبدا معانا بالجزء الطبي وبيشرفني ان يكون معانا دكتوره ايمان مرزوق استاذ مساعد علم الفيروسات دكتوراه من جامعه برلين الحره بالمانيا ودبلومه احترافيه من انجلترا في اداره الموارد البشريه اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا كل سنه حلو وحضرتك حلو طيبه وحضرتك طيبه دكتوره استاذ علم الفيروسات وحضرتك طبعا على ما اسمع ومرأة من اللي احنا فيه دلوقتي الكورونا وبعد الكورونا ابتدى اللقاحات وبعد اللقاحات ابتدينا نسمع عن حاجة اسمها الفطر الأسود الناس مش عارفة يعني ايه فطر أسود الناس من كتر ما هي بتسمع عن الكورونا والفيروسات كل يوم بقى عندنا زي سلبية في ان احنا نعرف هو ايه الحاجات اللي بتظهر علينا ديت والناس تقول لك خلاص بقى يعني خلينا ماشيين وخلاص فعايزين نقول لهم يعني ايه اللي بيظهر علينا والحاجات اللي بتطرق علينا دي من فيروسات فطر اسود بنسمعه يعني ايه كلمه الفطر الاسود ابتدت الناس تخاف ابتدت الناس تسمع عن بره تقول الفطر الاسود ابتدى بره ظهر في حالات في مصر ولا لا الفطر الاسود ده عباره عن ايه يا ريت اول حاجه تقول لنا الفطر الاسود ده عباره عن ايه طبعا اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين وزي حضرتك ما تفضلت الفطر الاسود هو اللي تصدر المشهد في الاونه الاخيره وبدا يظهر مخاوف كتير عند الناس من إيه فكرة الفطر الأسود ممكن يصيب مين إيه الأمراض اللي ممكن يسببها وهكذا فالفطر الأسود ده شيء موجود في الطبيعة موجود حوالينا في كل مكان بيكون متواجد في التربة الليانة أو اللي فيها نسبة رطوبة عالية اللي فيها مياه رقدة الأماكن اللي فيها مستنقعات مخلفات الحيوانات فهو اوريدي موجود في الطبيعة يعني هو متواجد مش من مش جديد لا مش آه. جديد ده حاجه موجوده منذ قديم الازل موجود حوالينا م. في البيئه بتاعتنا الطبيعيه بشكل متوفر وموجود بشكل دائم يعني م. الفكره كلها هو ممكن يدخل جسم الانسان ازاي له مداخل مختلفه من ضمنها او من اهمها عن طريق الاستنشاق او الإنهاليشن فدي اول ما يعني اول مدخل ممكن يصل لنا منه الفطر الاسود او الحويصلات بتاعته اللي بتكون منتشره في الهواء في الاماكن اللي ذكرتها لحضرتك ممكن كمان يدخل لنا عن طريق لو الجلد بتاعنا مش سليم او في جروح وفيه خدوش ويعني مش انتكت مش متماسك فهنا ممكن يدخل عن طريق اللمس لاماكن فيها الفطر الاسود عن طريق الجروح بتاعتنا دي فيبدا يدخل عن طريق الجسم بشكل معين ممكن كمان يدخل عن طريق بعض الاكل الملوث بالحويصلات بتاعه الفطر الاسود او بالفيلمنتس بتاعته او بالخيوط بتاعته <applause> فهو اوريدي موجود لكن امتى يخوفنا <applause> امتى آه نقول احنا معرضين لاصابه خطيره بالفطر الاسود <applause> مش اي حد بيكون يعني ممكن ده شيء يكون بنتعرض له في الطبيعه كل يوم لكن <applause> مش بيصير علينا امراض ليه لان جهازنا المناعي من رحمه ربنا بينا يعني آه بيقدر يقاوم ويفتك بالفطريات طول ما احنا محافظين على جهاز المناعة طول ما احنا اصحاء م. بشكل كويس ما عندناش امراض خطيره ففي الحاله دي الجسم بيتغلب على معظم الفطريات م. ولا تسبب او ان هو ما بيصلش للاعضاء م. الخطيره والمهمه في جسمنا. امتى بقى يصل لما تتحول العدوى دي لعدوى انتهازيه في عدم وجود المناعه مناعة بتضمحل نتيجه امراض خطيره منها امراض سرطانيه منها امراض بتستلزم زراعه اعضاء فبالتالي هنا عشان حضرتك عارف لو في زراعه اعضاء لو شخص بيزرع اي عضو لازم بياخد ادويه تثبط الجهاز المناعي عشان ما يرفضش العضو اللي داخل عليه ففي الحاله دي بتكون الخلايا المناعيه عند الاشخاص دي ضعيفه جدا جداً وعددها قليل جدا وكمان الناس اللي عندها فيروس نقص المناعة في فدول اكتر ناس معرضين ان هما ان الفطريات تؤثر عليهم مش بس الفطر الاسود الفطر الاسود ده مجموعة من الفانجل ايجنس او من الميكروبات الفطرية في منها زي حاجة اسمها رايزوباس في حاجة اسمها ميكور في حاجة اسمها ابسيديا فهي مجموعة موجودة بتسبب عدوى انتهازية لدى الناس لما مناعتهم تقل في الحالة دي هيتحول لعدوى انتهازية تدخل على الأجهزة الفيتال أورجنز بتاعتنا الأجهزة الحيوية وتبدأ ممكن تصل للدماغ ممكن تعمل مشاكل في الممرات الهوائيه ممكن توصل للرئتين ممكن تعمل مشاكل في الجلد ممكن تعمل عدوات في الجهاز الهضمي فهنا في الحاله دي لما الجهاز المناعي بيضعف يبدا يظهر كل مساوئ ومشاكل الفطريات اللي هي في الاساس احنا نقدر نتغلب عليها لو صحتنا كويسه طيب. دكتور من كلام حضرتك يعني قلتي ان لو في جروح يعني اصحاب الامراض المزمنه كالسكر مثلا يعني في وخاصه اللي هم في البلاد او اللي بيشتغل مثلا في الزراعه ايوه فدول عرضه ان هو ممكن على اساس بيبقى بيتعامل مع الحيوانات بيتعامل في الارض بيتعامل مع الترع فكل ده عوامل بتأثر عليه وهو مثلا مريض سكر لو انجرح ننتبه. فيخلي باله من الحته لازم دي لازم ننتبه ليه؟ م. لأن في بالفعل أمراض فطرية بتصيب الرو... أو بنسميها روز جاردنر م. اللي هو الناس اللي بتشتغل في الحدائق، الناس اللي بتشتغل مع التحطيب، اللي بتشتغل مع الزرع بصفة عامة، الأماكن زي ما قلنا التربة فيها رطبة فالناس دي بتتعامل طول الوقت مع مع الجذع بتاع الشجرة ومع ال... بعض ال... اللي بنسميها الأشواك اللي ممكن تكون آه. مصاحبة للورود او للزهور مم. لو الجلد بتاعهم تم جرحه بيبقى سهل جدا ان العناصر الفطريه دي تدخل منه يصاب بالفطر من الاسود بفطريات كتير, بفتريات مش بس كتير. آه. اه لكن زي ما قلت لحضرتك لو منعتي قويه هتغلب عليه مم. لو مناعتي بقى ضعيفه للغايه زي المجموعه اللي احنا شرحناهم هو ده اللي ممكن يتحول لعدوى خطيره انتهزاك طيب نقطه تانية يا دكتور احنا في على جسمنا بيبقى فيه بكتيريا وفيه وفي بكتيريا نافعه وفي بكتيريا ضاره. هل احنا من ضمن البكتيريا اللي بتبقى على جسم الانسان في بكتيريا نافعه المفروض اللي احنا يعني من كتر الكحوليات والحاجات اللي بنستعملها آه. احنا بنموت البكتيريا دي؟ هو طبعا كل حق احنا يعني زي ما قلنا احنا في جائحه مم. فاحنا في فتره بنستخدم كتير المطهرات وده ممكن بالفعل يضر بالجلد بي... وبيسبب بعض الجفاف مم. فهنا في الحاله دي زي, زي حضرتك تفضلت في فعلا بكتيريا بتكون نافعه موجوده بتختفي مع التطهير والتعقيم المستمر. مم. انا ال, ال... الموازنه بقى ان احنا ما نفرطش قوي واحنا لو اتكلمنا في ميه وصابون فده شيء كويس جدا وبيكسر الفيروس كمان لان الفيروس الغلاف الخارجي بتاعه من آه من الدهون مم. فاحنا نقدر ان احنا الميه والصابون هتكون طول ما هي متوفره ما بستخدمش الكحلات الكحليات او المطهرات الكيميائيه. مم. النقطه الثانيه لو عندي اي ماده مرطبه من الافضل ان انا طول الوقت ابدا ان انا ارطب جلدي وخصوصا في في الفترات اللي فيها درجة حرارة مرتفعة لازم أرطب جلدي باستمرار عشان ما يتعرضش للجفاف والتشقق ويدخل لي مشاكل تانية أنا في غنى تمام. دكتور هروح مع حضرتك لنقطة تانية مهمة جدا. دلوقتي في اللقاحات موجودة. وابتدت الناس تتداول اللقاحات وابتدت الناس تسجل وتاخد اللقاحات. مم. واللقاح ابتدى اعتمد بعض اللقاحات في مصر لأن بعض الناس ياخدوها لاستخدام هذه اللقاحات ولكن عايزين نعرف بعض اللقاحات م. هل اللقاحات دي تصلح للأطفال يعني دلوقتي الأطفال الصغيرين هل, هل ليهم لقاح للكورونا ولا م. لسه ما تمش إنتاج لقاح للأطفال للكورونا هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت احنا العالم كله دلوقتي بيهرع إن هو ياخد الجرعات اللازمه من اللقاحات المختلفه كل دوله على حسب المتاح وال... 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 يعني اللي مم. موجود فيها فكانت كانت الدراسات الاوليه او اللي تم اعتماد اللقاحات عليها كانت من 18 سنه فما فوق مم. فهي دي الشريحه اللي اوريدي بتاخد اللقاحات دلوقتي لكن مؤخرا تمت ظهور نتائج على الشريحه من 12 ل 17 سنه للقاح فايزر ولقاح موديرنا وتم اعتمادهم لهذه الشريحة العمرية إن في لقاحات لقاح فايزر ولقاح موديرنا للشريحة العمرية من 12 ل 17 ده جديد إحنا م. كنا الأول من 18 فما فوق فالدراسات أثبتت أمانه وفعاليته مع هذه الشريحه العمريه م. لكن طبعا هم يعني هي مش ضروره قصوى للاطفال دلوقتي م. فالبلاد اللي عندها توفر في عدد الجرعات اللي موجوده بالفعل بتقول من الافضل ان احنا ندي الشريحه العمريه دي م. البلاد اللي عندها شورتج او عندها نقص او مش واصلها اوريدي الجرعات الكافيه مش حضرتك عارف انه ما فيش توزيع يعني آه كامل للقاحات على يعني م. كل مية م. متوفر لهم 26 بس جرعه لغايه دلوقتي م. فال فكرة كلها انه لو متوافر اتس اوكي اوريدي اعتمد اتنين من اللقاحات للشريحه العمريه من 12 ل 17 سنه الدراسات دلوقتي بتتم على شريحه اخرى اللي هي من 6 شهور حتى 11 سنه وده هيكون له مسمى خاص اللي هو كيد كاف ده هيكون خاص بالاطفال مختلف شويه عن ال البالغين الصغار والتينيجرز <applause> <applause> يعني والادلتس طيب يعني انت حضرتك وضحت دلوقتي ان اللقاح ابتدى ليه سن معين بالنسبه للاطفال من 12 آه ل 17 في دول بالفعل المتوافق يعني مثلا آه امريكا بالفعل تم التطعيم وتحصين 50% من المجتمع الامريكي وعندهم توفر في اللقاحات لان هي بتنتجها فبالتالي الشريحه دي بدات ان هي تاخد اللقاحات احنا في مصر آه ننتج دلوقتي يعني هنبدا هنبدا ننتج في مصر متهيألي بعض اللقاحات في في, فعلاً في مصر حوالي 2 مليون جرعه هيبدا انتاجهم في مصر ده هيكون شيء هائل وهيساعد ان يكون عندنا آه عدم اعتماديه على الاخرين او يعني ما نبقاش تحت رحمه الجدول الزمني لان طبعا في ضغط كبير جدا على الشركات المصنعه للقاح تمام دكتور هروح مع حضرتك لنقطه مهمه جدا الجديد بقى في الادويه للسيطره على كوفيد 19 <تصفيق> <تصفيق> كورونا في ادويه ابتدت بنسمع عنها ان هي هذه الادويه هتبدا تسيطر على هذا الفيروس مم. وتقضي عليه الكلام ده صحته من عدمه هو بالفعل في شركات ادويه اعلنت ان اوريدي هيكون متوفر ادويه ضد كورونا لمراحل معينه بنهايه 2021 يعني في من ضمن الادويه في نوع منها يكون بيلز حبوب مم. تتاخد في الفم وتتاخد في البيت لمين للمايد والمعضلات يعني الحالات الخفيفه والحالات المتوسطه الشده ففي أدو... في دواء بالفعل هت... هينتج من شركه فايزر بنهايه هذا او هيظهر للعالم بنهايه هذا العام وهيكون متوفر الفكره فيه ان هو انتي يعني يعني مضاد للفيروسات او بيشتغل على انزيم معين او انتي بروتيز إنزيم. الانزيم ده هو المسؤول عن تكاثر الفيروس داخل الخلايا فهو هيبدا يثبط عمله او يكسر الحلقه بتاعته وبالتالي الفيروس ما يعرفش يتكاثر ويعدي للخلايا الاخرى م. النوع الثاني من الادويه اللي تم الاعلان عنها حديثا شغال بفكرة تانية مش هعتبره دواء وهو عبارة عن مونوكلونال انتيباديز او اجسام مضادة جاهزة ريدي تو يوز مصنعة بمعنى ايه انا جسمي بيبقى محتاج او الجهاز المناعي بنحفزه ازاي عن طريق طريقين يا يعني اما مناعة مكتسبة ايجابية اللي هو لا قدر الله انا خدت العدوى مم. فجسمي تفاعل وطلع مضادات اجسام مضاده ضد هذا العدو اللي داخل عليه فدي مناعه مكتسبه مم. ايجابيه مم. او اخدت الفاكسين خدت اللقاح فبالتالي برضو جسمي تفاعل مع جزء من الفيروس او ما شابه حاجه foreign بادي او جسم غريب داخل عليه وبالتالي انتج هو بنفسه اجسام مضاده دي مناعه ايجابيه مكتسبة النوع الثاني هو اللي انا بدي مناعة مكتسبة سلبية يعني ايه سلبية يعني بدل ما حفز الجسم ان هو ينتج انتي او اجسام مضادة لا هديها له جاهزة للاستخدام مصنعة فيجي اي عدوى تظهر عندي يبدا هو بقى الاجسام المضاده دي تتعرف عليه بسرعه هي سبيسيفيك للعدوى دي خاصه بيها وتبدا تنشط الجيش بتاعي يهاجم هذا العدوى اللي داخل عندي. تمام دكتور بالنسبه ده بالفعل ده وده دا موجودين طيب يعني. فكرتين طيب. مختلفتين. طيب بالنسبه للجزء الاول من حلقتنا احنا برنامجنا روشيتا. اه روشيتا للساده مم. المشاهدين عن كوفيد 19 ازاي نتجنب هذا الفيروس مم. وازاي نحاول بقدر الامكان ان احنا ما نتعرضش لتلك العدو مم. روشيتا للساده المشاهدين اول حاجه احنا ناس طيبين قوي ويعني بنحب اللمه مم. بجد نبتعد عن الاماكن المزدحمه اللي فيها تواجد بشري كثيف مم. احنا ممكن يكون في صيف محتاجه اروح شواطئ او محتاجه عايزه اتفسح عايزه اروح مولات عايز عايزه عايز ادخل اسواق شعبيه الحاجات خاصه المصايف فتحت كمان بالظبط آه. فهنا لا ننتبه جيدا عشان ما يحصلش انتكاسه في الاعداد مم. فناخد بالنا قوي الاماكن المزدحمه الغير اللي ما فيهاش تهويه جيده يا ريت ان احنا ما ندخلهاش تماما <applause> لو اضطرينا ندخلها يبقى لازم اكون مرتدي القناع الطبي او الكمامه ما نزلهاش تحت دقني ما احطهاش <applause> فوق راسي يعني ما شيلهاش في ايدي لا هي موجوده لحمايتنا بشكل دائم في الاماكن المزدحمه <applause> في البيت عندي لازم يكون في تهويه جيده للغرف كلها المواصلات العامه ابتعد عن المواصلات المزدحمه قدر الامكان ومن الافضل اني يعني ما اتعرضش العامه في الوقت ده التطهير زي ما اتفقنا شويه ميه وصابون بنتوضى خمس مرات في اليوم اوكر الباب ناخد بالنا الاسطح اللي احنا بنلمسها ننضفها باستمرار بمواد مطهره بميه سخنه اسيب المواد دي على الاسطح يعني مثلا لو حد بينظف الارض يسيبها شويه يعني 30 دقيقه كونتاكت تايم او وقت ان يتفاعل مع اي شيء مضر م. لا عالق بالاسطح الملوثه مم. فكل بلاش تزور كتير الايام دي نخاف على بعض اكتر لاني ممكن اكون شايل الفيروس ومش اذيني لكن اذي غيري يكون مناعته ضعيفه زياره ملهاش آه. لازمه مم. فاحنا نتجنب التزور اليومين دول اماكن تكون مفتوحه التهويه جيده ارتداء القناعات او الاقنعه الطبيه والتطهير المستمر ان شاء الله يعني نقلل من فرصه انتشار الفيروس بالنين. يا رب ربنا يشفي جميع الناس يا رب ويبعد عننا كل الامراض انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا فاصل <applause> قصير ونرجع لحضرتك تاني اعزائي المشاهدين يا رب الفاصل الاول الجزء الاول من حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الفطر الاسود اتكلمنا عن الادويه الجديده اتكلمنا عن اللقاحات بالنسبه للاطفال حاجات مهمه جدا قالتها لنا دكتوره ايمان مرزوق يا ريت نخلي بالنا منها فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع ليكم بعد قصير بعد قليل لعشان نقول لكم ازاي تركز كلنا بننسى كلنا عايزين نركز هتقول لنا بعض العوامل التي تساعدك على التركيز فاصل اعزائي المشاهدين اوعوا تروحوا في اي حته خليكم معانا وبرنامج روشيتا ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل ببرنامج روشيتا وبيشرفني يكون معانا دكتوره ايمان مرزوق دبلومه احترافيه من انجلترا في اداره الموارد البشريه واستاذ علم الفيروسات في جامعه القسيم وحاصل على الدكتوراه من جامعه برلين بالمانيا. الجزء الاول اتكلمنا عن كورونا واتكلمنا عن الفطر الاسود واتكلمنا عن الادويه الجديده واتكلمنا عن اللقاحات بالنسبه للاطفال. الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج روشيتا مهم جدا. كل واحد مننا بينسى كل واحد يبقى ماسك مفتاح عربيته وبيدور على المفاتيح فين يبقى ماسك موبايله ويقول انا نسيت الموبايل بتاعي طب النسيان دوت ده عدم تركيز ولا النسيان دوت يعني المعلومات بتاعتنا مش, مش واضحه في دماغنا مش في ذهننا طب ايه سبب اللي انا مش مركز طب ايه سبب اللي انا بيخليني انسى ساعات بقول انا ناسي مش فاكر انا اكلت ايه امبارح مش فاكر انا عملت ايه ده انا لسه كنت بتكلم من شويه وناسي الكلام اللي انا قلته عدم التركيز والنسيان امر بقى مهم جدا في حياتنا بقى كل الناس بتشتكي ست راجل طفل يقول لك انا بشتكي ان انا بنسى كتير جدا طيب النسيان ده ليه عوامل بتساعد على ان احنا نرجع نفتكر تاني ونتذكر تاني، طب النسيان دوت ملوش علاج؟ هل علاج ليه طبي بس ولا العلاج ليه عوامل تانيه في تمارين معينه؟ كل ده هنعرفه مع دكتوره ايمان مرزوق وهتقول لنا ايه اللي ممكن نقدر نعمله مع النسيان وعدم التركيز. دكتوره ايمان كلنا بننسى كلنا نبقى ماسكين الحاجه في ايدينا ومش عارفين حطينا الحاجه فين وخاصه الستات في المطبخ تقول انا كنت لسه ماسكه الحاجه ونسيتها طيب في حاجه بتخليني احتفظ بالمعلومه في راسي مم. وفي حاجه بتخليني اركز مم. امتى احتفظ بالمعلومه وامتى اركز وخاصة الكلام ده بيهم يعني قطاع كبير جدا من الناس وخاصة في هذه الأيام يهم ناس كثيرة جداً وهم طلبة الثانوية العامة مم. طلبة الثانوية العامة أولادنا كلهم على مشارف الامتحانات مم. بنلاقي طلبة الثانوية العامة قبل ما ييجي يبدأ الطالب أو الطالبة بتكون في حالة انهيار مم. مش قادر أركز أنا بقالي بذاكر طول السنة ووصلت المرحلة أنا كل اللي بذاكره نسياه مش قادر أفكر والوالد والوالدة بيبقى عليهم دور كبير جداً مم. هيتعاملوا ازاي مع الابن او البنت في هذه الفترة مشاكل كتيرة جدا مع قرب امتحانات الثانوية العامة ياريت بقى حضرتك تدلي بدلوك وتقولي لنا ازاي احتفظ بالمعلومة مم. وازاي اركز طميم. طبعا بالنسبه لاولادنا في الثانويه العامه طبعا كل التمنيات والامنيات الحلوه ليهم بالتوفيق وبالنجاح باذن الله، زي حضرتك ما قلت ممكن اكون ببذل مجهود بدني وذهني كبير جدا في مذاكره اشياء قدامي لكن مش بحتفظ بيها فتره طويله. عشان كده بدا العلماء المهتمين بتطور التعليم او اللي مم. احنا بنسميه بقى التعلم دلوقتي لان هي المفروض تكون عمليه ايجابيه عشان احتفظ بالشيء وقت اطول لازم اكون مخي بذل مجهود فيه بشكل مختلف يعني الموضوع كله مش بيعتمد على الحفظ لوحده ما ينفعش إن نبقى حافظين بس هننسى ومش هنستفيد بالمعلومه اكتر م. في غير فتره بسيطه نعمل م. ايه لازم اولادنا اليومين دول ان شاء الله وهم بيبداوا بقى المراجعات وبيبداوا تكثيف وتركيز المعلومه في ذهنهم يشتغلوا على فكره المايند مابس او الخرائط الذهنيه طب حضرتك هتقول لنا بقى الخرائط الذهنيه هناخد استاذه حليمه ونرجع لحضرتك تاني استاذه حليمه من الاليويه اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك انتي أه بتتكلمي الدكتوره انا صالحه التركي على ايه يا فندم حضرتك انا عندي دكتوره بعد اسم إيه حضرتك آه عندي طفل عنده 11 سنه تمام آه طبعا الطفل ده يعني التركيز إيه. عنده يعني ما فيش خالص انا عايزه اكلمه في حاجه يلاقي دماغه تانيه خالص آه دايما ما احس انه ما فيش معانا فانا مش عارفه الصراحه ده سبب نفسيا اعرضه على دكتور نفساني او هو ده آه انا مش عارفه اعمل الصراحه لكن يعني هو مش بيتفاعل مع حضرتك تماما ومع المحيطين بيه ولا مجرد ومنطوي يعني مش مش بيهتم بلعبه جديده مش بيهتم باصدقائه في نفس الوقت اللي بيكونوا موجودين مثلا في زياره او في جنينه او في المدرسه سمعنا لا لا هي مش كده هو هي هو دكتور بعد اذنك هو لا هو بيتعامل مع اخواته وبيلعب مع اخواته كل حاجه تمام بس مشكلته انه هو يعني دايما بيبقى مثلا اكلمه في حاجه تبقى دماغه في حاجه ثانيه اقول له مثلا هات لي حاجه من الاوضه دي قال ايه دخل اوضة تانية خالص مش مركز دايما كده فانا مش عارفه اتعامل الصراحه اللي هو فعلا ده ناس كتير بتقعد يعني على دكتور نفساني طيب آه استاذه حليمه هتجاوبك الدكتوره هو يا يعني بس هتقول لك يعني اسباب تساعده على التركيز اسمعينا خليكي معانا والدكتوره هتجاوبك حاضر شكرا لاتصالك دكتوره يعني هي بتتكلم في نفس اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو التركيز آه. يعني حضرتك وصلتي لنقطه معينه جدا. ازاي ان انا اركز حضرتك هتكملي بقى تمام زي ما قلت لحضرتك احنا بتكون دماغنا دي فيها ملايين المعلومات ملايين الافكار ملايين في خرايط في دكتور. دوشه مم. دوشه تخيل حضرتك لو شارع فيه عربيات كتيره كلها في اتجاهات مختلفه هيمشي الشارع ده ازاي هيتنظم ازاي حاجه صعبه جدا فدلوقتي لما انا باجي اذاكر او زي ما استاذه حليمه قالت ابنها مش مركز بتقول له على حاجه بيعمل حاجه ثانيه فهو مم. محتاج نرتب دي دماغنا دي عامله ازاي كانها شارع كده او كانها درج مطبخ مليان حاجات مرميه جنب بعض كده كتير ومش عارفين نستفيد منها مم. فهي فكره الخرائط الذهنيه ان انا ببدا اربط المعلومات بشكل مبسط يعني ايه يعني مثلا لو انا بذاكر اي توبيك او اي موضوع ببدا ان انا اجيب الورقه والقلم واجيب الالوان بتاعتي جنبي مم. الموضوع الحقائق العلميه الموجوده فيه مكتوبه لكن انا ممكن اسهل على نفسي لو معانا في صور للخرائط الذهنيه نقدر نعرضها مم. الصور دي بتبين لي ان انا لو حطيت الموضوع الرئيسي في المنتصف وبدات اعمل افرع ليه كانها شجره بالظبط كل فرع بياخد لون معين يعني مثلا لو حضرتك قلت انا رايح آه هايبر ماركت معين مم. وعايز اشتري منتجات البان منتجات لحوم عايز اشتري مواد منظفه وعايز اشتري ملابس وعايز 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 و... وليكن مثلا الاسبوع اللي فات ده تم هل مم. حضرتك لما بتروح الهايبر ماركت ده بتجيب كل اللي انت عايزه ولا بتنسى منه حاجات كتير ممكن حاجاتها. بتنسى حاجات مم. بتنسى في حين ان هي كانت ضروره ملحه انك رايح عشان تشتري الحاجه دي مم. لكن لو انا بدات ارتب افكاري دي حتى في حياتنا الطبيعيه لو بدات ارتب افكاري في شكل خرائط ذهنيه لها افرع كل فرع مم. له لون مم. وهبدا ارسم مثلا منتجات الالبان باللون الازرق وابدا احط جنبها علبه زبادي آه، علبه لبن وهكذا مم. قطع جبنه رسمه بسيطه جدا بالفرع وليكن باللون الاخضر بدات ارتب المنظفات اللي انا محتاجها بفرع تاني وليكن باللون الازرق وهكذا يبقى انا ربطت هنا الصوره اللي هي المنتجات اللي انا م. محتاجها بالكلمه باللون م. ايه فائده ده؟ ده بيخلي مخي يعمل بشكل كامل مم. لان الكلمه لوحدها بتخاطب الفص الشمال في المخ مم. فببقى انا شغال بنص طاقتي فببقى انا مش مركز ربطت انا الفص اليمين بالفص الشمال باللون والصوره في الحاله دي هحتفظ بالمعلومه بشكل اكبر فاتمنى لو يز... يجيبوا معانا معانا ل... خرائط لل اه الخريطه خريطه طيب ماشي الخريطه الذهنية يا دكتوره تمام زي حضرتك ما شايف لو هنا بنتكلم على توبك زي الصحه فاللي هو التفاحه اللي في النص فبدا ان هو يقسمها الاكسرسايز لتمارين رياضيه وبدا يفرع منها التمارين الرياضيه دي ممكن تبقى مشي ممكن تبقى جري ممكن تبقى مم. ازاي الجهد البدني فيها النقطه الثانيه الفرع اللي بالاحمر هنلاقيه مكتوب عليه دايت الطبع بتاع الغذاء بتاعنا شكله ايه مم. هيبدا ان هو يقسمه برده انا محتاج فروتس محتاج فاكهه محتاج خضروات وهكذا مم. هتلاقي مثلا من ضمن الحاجات اللي بتفيد الصحه بالخط الاخضر هتلاقيه النوم فيبدا ان هو ي... يرتبلي ي... يرتب يرتب المعلومه هو. كل مم. كل فرع بكل تفرعاته بلون معين ما بيتغيرش يعني حتى التمارين الرياضيه بالبنفسج تقريبا او بالازرق مم. حتى ال... الدايت بالاحمر حتى الضغوط اللي ممكن ان انا اخففها فتحافظ على الصحه باللون الفوشيا وهكذا كل بقى فرع من دول تحتيه تفاصيل كتير مم. فلما انا جمعت انا بدرس بقى فيزيكس انا بدرس كيمستري انا بدرس بيولوجي الدرس ده بيقول ايه؟ ابدا احط كل معلومات متشابهه بفرع من الفروع دي ملونه مع صوره بسيطه تبين الطالب بالفعل هنا كل التجارب اثبتت ان كفاءه عمل الدماغ بتاعه بتكون اقوى وبيحتفظ بالمعلومه م. فترات اطول من حتى فتره الاختبار. فدي مهمه جدا 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 استخدام الخرائط الذهنيه للتركيز ليه؟ لترتيب افكارنا المشتته الموجوده في ذهننا. بالنسبه للطفل اللي, اللي عنده مشكله في التركيز برضو من السهل جدا ان هي تدي له بعض المهارات اليدويه، بعض الاستراكشرز، المركبات، المكعبات، الحاجات اللي تستلزم انه يركز عشان يركبها مع بعض ويبقى لها الوان مختلفه وتبدا تخاطب فيه وتساله يعني هنا في active ليرنينج بروسيس او عمليه ايجابيه بتستلزم جهد اكبر من الطفل ده عشان يؤدي المهمه اللي مطلوبه منه فبالتدريب المستمر هتوصل لنتيجه افضل ان هو رتب افكاره وركز في شيء عملي واحده واحده بقى هيبدا يتطور طيب دكتور احنا معانا تليفون في استاذه رحمه بتتكلم هي هتسال عن كورونا فهنجاوبها بس يعني استاذه رحمه اتفضلي اتفضلي عليكم السلام ورحمه الله أنا لو سمعت على كلام الدكتورة اتفضلي معاكي الدكتورة أنا تعبانة من أربع أيام كده بمغص وإيثال وعملت تحليل امبارح تحليل تحليل كت... طول عندي نسبة كورونا بس عندي المغص الإيثال ما بيروحش طول ما أنا بقى ما باكلش ما بيروحش يعني الاعراض بس بقى في الجهاز العظمي والتحليل ايجابي صح؟ كورونا تمام طب انت عايزه تعرفي تعملي ايه يعني؟ عاوز اشوف يعني وكده حق ايه ابص في جسمي في جسمي ينزل يعني بصروح ولا ولا هي جايه لي لسه ببطني حاضر هتجاوبك الدكتوره هتجاوبك الدكتوره والف سلام عليكي الدكتوره برضو نجاوبها برضو عشان نبقى تمام آه. بالنسبه طبعا العيله بتاعت او الكورونا فيردي عيله الفيروسات دي من خصائصها انها بتصيب الجهاز الهضمي فمش كل طبعا هي بتسبب او بتهدد حياه الكثيرين في الجهاز التنفسي لكن من ضمن الاعراض والاصابات ان هي ممكن تيجي في شكل يعني اعراض في الجهاز الهضمي او يعني زي ما قالت جاسترو في التهابات في الامعاء في بعض الاسهال في احساس بالغثيان في ترجيع اه اه فكل ده طالما التحليل ايجابي فهو خلاص متشخص ان في كورونا هنا في الحاله دي مهمه جدا جدا ان هي تبقى عارفه انه فكره او شير ال يعني ال بندخل التويلت او ال الحمام او دوره المياه دي في اكتر من شخص بيستخدمها فهنا في مشكله كبيره الفيروس بيحصل له شيدنج او بينزل مع آه ال يعني الـ بينزل في الفضلات مع الفضلات, آه. مع الفضلات. مم. فهنا لازم تطهيره بشكل جيد باستمرار آه هي كمان لازم تاخد سوائل كتير فترات طويله طبعا اكيد في بروتوكول مم. الدكتور كاتبه لها لكن يعني اللي نقدر نقوله لها دلوقتي اللي هي طبعا هتمشي على البروتوكول بتاع العلاج هياخد فترته وهيروح لحاله لكن خلال الفتره دي نبتع لو في فرصه ان هي يكون بتستخدم حمام منفصل ده مهم جدا 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 للغايه م. لو ما فيش فرصه لكده يبقى يعني لازم تطهير اه, آه مهمة تطهير يعني. الاماكن دي بشكل حتى جرس حتى زرار النور حتى اقريه الباب التويليت نفسه الحنفيات. لازم يت... آه. ولازم يستخدم مطهرات بعد كل استخدام تمام دكتور معانا برضه تليفون تاني علي من البحيره هناخده ونرجع لحضرتك استاذ علي من البحيره اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. <applause> هو آه مفهوم انا كنت مصاب بكورونا من 20 يوم ودخلت المستشفى آه والحمد لله ربنا عافاني الحمد لله و... تعبت جدا في المستشفى وقالوا لي تاخد طاقم نقاهه الكلام ده تقريبا من 14 يوم م. بس تعبان جدا يعني اي اي مجهود نعمله بناء على اجامه ما بقدرش امشي ما بقدرش اخد نفسي منها كتير طبعا كنت عملت آه كنت عملت اشعه صوت آه الوزير فيهم كورونا فيه بس الحمد لله ربنا عافاني يعني وعملت تحميل السي دي ار الاسبوع اللي فات سي ار بي طلع 10 طبعا كان هو ايام كورونا كان معدل 100 دلوقتي الحمد لله 10 طب الحمد لله انا مش عارف حاضر. انا هفضل كده لا ان شاء ربنا عبر عبر خف الله ربنا هيكرمك وهتخف باذن الله طيب هتجاوبك الدكتوره ان شاء الله خليك معانا وتابعنا في برنامج روشته وهتجاوبك الدكتوره ايمان حاضر دكتوره ايمان شكرا لاتصالك يا استاذ علي دكتور ايمن طبعا سمعتي استاذ آه علي هو بيعاني من اعراض بعد ما التعب بعد ما, آه 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 بعد آه ما, ما الكورونا كانت عنده ب 14 يوم يعني اه, آه هو آه طبعا دي فتره في عمر المرض دي فتره مش كبيره يعني ال 14 يوم احنا بنتكلم لغايه 21 يوم ممكن يبقى في التحاليل بتاع يعني بتاعه الاشخاص بتفرق طبعا من شخص لشخص بس لغايه 21 يوم ممكن يبقى في الفيروس لسه لازال مستمر لكن في حاجه تانية اللي هي البوست كوفيد سندروم بمعنى ايه ان الشخص بيفضل يعاني من الاعراض طويله الامد يعني يفضل حاسس بان العضلات مكسره يفضل حاسس ان في ضيق في التنفس لسه يعني العدوى مسيطره على اجهزته الحيويه حتى لو التحاليل اثبتت إن, ان هو ما عندوش بالظبط بس في نقطه تانية هو قال السي ار بي بالنسبه للسيريا بروتين اه هو طبعا قل كتير الحمد لله من 100 ل هو ده بيمثل او او بيشكل أو بيقول لنا يعني أن في التهاب بشكل عام مش بس, آه. بس الكورون فهو المفروض يكون أقل من ستة فهو وصل ل10 فهو ده طبعا حالة كويسة جدا من 10 بإذن الله على مدار الأسبوعين الجايين يبقى يشعر ببعض التحسن لكن لحين ده ما يحصل هو لازم طبعا يلتزم الراحة التامة السوائل الدافية آه لازم أن هو ياخد الحاجات المشجعة الجهاز المناعي آه الزنجبيل الفلفل الأحمر الرومي الكيوي آه الحاجات الليمون والحاجات اللي فيها فيتامين سي بتساعد على ان هو يعني يحفز جسمه المناعي ويمده بالفيتامينز اللازمه الحاجات اللي فيها اوميجا 3 الحاجات اللي فيها اسماك كل الحاجات البذور المكسرات كل مم. الحاجات دي هتساعده مع الراحه التامه مع لازم يا استاذ علي التهويه السليمه للغرف مم. يعني لازم الغرفه اللي هو متواجد فيها يكون فيها تهويه هو ممكن لغايه اليوم الواحد وعشرين يكون بشادنج للفيروس بنسب خفيفه قوي مم. لكن لازم التهويه عشان الاعراض دي تروح سريعا بقى باذن الله تمام ربنا يشفي ويشفي كل مريض دكتور هروح معاكي للموضوع المهم بتاعنا وهو التركيز بقى برضو آه. احنا برضو لسه مش مم. مركزين مم. بننسى آه. وده عادتنا يعني خلاص هل الانسان هيفضل ما بيركزش طول عمره هفضل طول عمره يقول ده انا بنسى على طول ويطلع على نفسه سمعه آه. اللي هو بينسى بينسى آه. بينسى بينسى يعني كتر ما الواحد يقعد يقول ده انا بنسى 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 فعلا بينسى آه. طب هل في عوامل هتساعدني ان انا ما آه. ايه بقى الحاجات اللي ممكن اعملها عشان ما انسى هل في تمارين معينه طبعا اكيد مم. هو زي حضرتك ما هو في جزئين هو احنا بننسى احنا جسمنا محتاج طبعا فيتامينز معينه محتاج اسلوب حياه معين اكل غني بالفيتامينات مم. علشان يكون يؤدي وظيفته بشكل جيد طيب ما عدا نعمل ايه في بعض التمارين بتساعدنا على زياده التركيز مم. زي ايه مثلا يعني مثلا لو انا لابسه الساعه او اعتدت اني البس الساعه في ايدي الشمال مثلا بالطريقه اللي كلنا بنلبسها بيها لو قلبت الساعه في الاتجاه العكسى او حطيتها في ايدي اليمين ده من الحاجات اللي بتساعدنا انها تشغل مخى وخلايا مخى بشكل اقوى مم. بتحفز خلايا المخ يمين وشمال الفصين مم. يمين وشمال على ان هو يركز اكتر عشان انا كده مش هعرف اشوف الساعه بنفس البساطه والسهوله اللي آه. كنت بشوفها فيها في الوضع الطبيعي لو انا من الناس اللي بكتب بايدي اليمين او مم. ايدي اليمين هي السائده أي. فعلشان ازود من تركيز مخي احاول كل يوم اكتب سطر او سطرين وازودهم بايدي اليسرى مم. الحاجات دي بتخلي المخ يستثار نوعا ما او يحصل له بعض النشاط لو لو حد بياخد شاور في الحمام من ضمن التمارين البسيطة اللي على مستوى العالم كله مم. بتطبق ان هو الشخص يغمض عينيه ويحاول يدور يجد مكان بقى الصابونة مكان الشامبو مكان الحاجات دي وهو مغمض عينيه فهذه حاجات كلها بسيطة لكن بتساعد ان المخ يبذل مجهود اكتر فبالتالي بنشط الخلايا فبخلي عمرها اطول مم. النقطة كمان لو انا باكل فاكهة مثلا هنا بيقولك لأ ما تستخدمش الأوعانة مثلا حاجة بسيطة صغيرة مم. لأ ما تحاولش إنك تستخدمها بي... تاكلها بإيدك ممكن تستخدم الودن ستيكس أو العصيان الخشبيه زي بتاعت الخشب. الصينيين آه دي واحاول امسك بيها الفاكهه بالطرفين بتاعتها بيبقى فيها صعوبه في الاول يعني. جدا آه بتبقى فيها صعوبه في الاول الصعوبه دي هي هي اللي بتساعدني على التركيز؟ الجهد ده آه بيخلي خلايا مخي تنشط وبالتالي انا بستغلها العضو الذي لا يستخدم مم يضعف والعضو الذي يستخدم يقوى مم فهنا في الحاله دي انا بزود من التركيز لو انا بذاكر وزي حضرتك ما قلت قبل كده انا بنسى قلنا هنستخدم القراءه الذهنيه الالوان والصور والكلمات هتساعدنا في احتفاظ بالمعلومه مم. في حته تانية لو انا بذاكر في صمت مم. يعني في معظم الاولاد بيمسك يعد... كتابي يبص فيه بس آه كده اه اه او بيكتب مم. بس لا انا بقى احاول ان انا اللي انا بذاكره اذاكره بصوت فهنا انا نشطت في الدماغ اليمين والشمال مم. ففي الحاله دي كل دي يعني بعض النصايح مهمه جدا ال... آه, يعني اه يعني بس آه. تمارين بسيطه لكن يعني لو انا وظبت عليها هلاقي نفسي آه تركيزي زاد شويه دكتوره في حاجه مهمه جدا في حياتنا بنبقى عاوزين نغير رتم الحياه بتاعتنا. مم. كتير قوي يقول لك انا عاوز هنزل جيم. اه وكتير جدا يكون مثلا يعني مليان شويه يقول لك او انا هبتدي اعمل دايت مم. وياخد القرار اللي انا هعمل دايت مم. والتاني يقول انا هنزل جيم وخلاص ونلاقي وي بتاع الجيم نزل يوم واثنين وثلاثه ودفع الاشتراك وضاع عليه الاشتراك بعد تالت تمرين وبتاع الدايت يقول لك انا خلاص يعني هعمل دايت وهبتدي امتثل لهذا الدايت آه. يشتغل يوم كويس جدا مم. يوم الثاني كويس جدا يوم الثالث يقول لك ده يوم الفري ياكل كل اللي هو نسيه <applause> اللي <applause> زابه في الثلاث ايام ولا بينزل مم. ولا الثاني راح الجيم خس فالناس دي يعني وكتير مننا كده يعني آه. كلنا آه. كده طب احنا دلوقتي ازاي نغير رتم الحياه ده؟ آه. هل احنا ما عندناش القدره اللي احنا ناخد القرار؟ او هل احنا لما بناخد القرار بناخده بنبقى خايفين بنرجع تاني فيه؟ آه. ولا ده بيخلي اراده الانسان يعني مش حر الاراده ان هو ياخد القرار مع انه خد القرار بحر ارادته وبدا بقوه وبدا بقوه مم. ايه اللي خلاني اتخاذل وايه اللي خلاني ارجع بقى؟ يا ريت توضح لنا النقطه دي تمام هو زي حضرتك ما تفضلت دي مشكله بتقابلنا كلنا في حياتنا على مراحل مم. يعني وقت فعلا بنكون متحفزين وعندنا حماس وعايزين ننجز كل شيء وفي وقت قصير ووقت تاني بنبقى متراخيين يعني شويه م. فهي الفكره كلها ان اول حاجه هاو تو موتيفيتد لازم انت يعني تشجع نفسك ذاتيا ده في الاساس علشان انا اوصل لهدفي هعمل ده ازاي لان في النص بنزهق م. ان دايما عيني تكون على النتائج يعني اول حاجه انا بص على النتيجه <متحدث> واحد عايز يروح جيم عايز عضلاته بشكل معين، عايز يخس كيلوات معينه، عايز صحته تكون افضل بشكل معين، فيبص دايما على النتيجه مش يبص على الخطوه المرحله اللي هو فيها. فاول حاجه ان انا بحط عيني على النتيجه، اولا لو انا عملت ده وخدت الطريق زي حضرتك قلت رحت راح ودفع اشتراك الجيم ده نص المشوار. تمام <applause> ايه اللي بيحصل بقى بعد كده بيحصل ان العقل بيكون عنده بيقاومني عقلي بيقاومني انا ببدا بقوه جدا ورحت الجيم اول يومين وانجزت وخدت ولعبت رياضه وكنت هايل جدا بعد شويه بزهق او مم. عقلي بيقول لي وبعدين يعني مم. هتفضل تعبني كده لحد امتى مم. ففي هنا مخاوف العقل دايما بيثيرها الفكره كلها ان احنا ازاي بقى نتغلب ونغير توجهنا العقيده دي حاجه اسمها بارادايم شفت عشان اغير من عقلي ما يقاومنيش ضد اي قرار جريء مثلا تعبان في شغلي محتاج اغيره فطب ازاي هتقعد في الشارع مش هيكون عندك مصدر دخل وهكذا عقلي بيثير مخاوف تخليني اتراجع عن القرار بيهاجمني فهنا في ظهرت بقى استراتيجيات في اليابان ناجحه جدا واتطبقت في العالم كله بعدهم يعني في اداره حياتنا <applause> الاستراتيجيه دي بتعتمد على البارادايم شفت او تغيير التوجه العقلي <applause> التحايل عليه عن طريق حاجه اسمها كايزن <applause> الكايزن ده معناه التغيير امبروفمنت او التغيير والتطوير المستمر <applause> تدريجي بسيط فببدا ان انا في الاول بعمل ايه لا انا هروح الجيم وهقعد ساعتين وثاني يوم هزها هتعب عضلاتي هتتكسر <applause> لا بدا ان هو يروض عقل المتدربين ان لا ابدا بعشر 10 دقائق تاني يوم 12 دقيقة، تالت يوم ربع ساعة. بالظبط آه. فهيظهر ايه؟ أنا عقلي هيقاومني ليه؟ الموضوع مش متعب بالنسبة لي. فهيبدا فهب... النهارده 10 دقايق انجزهم هيفرح بالانجاز هيستمر تاني يوم 12 دقيقة، ربع ساعة، تلت ساعة وهكذا لغاية ما بدأ يبقى لايف ستايل او اسلوب حياة وعقلي ما بقاش يثير المخاوف تجاهي او يقاومني فيها. طيب. عايز عايزة أقلل السكر في الأكل، نفس الفكرة. لا لغيت السكر تمام، تاني يوم ه... تالت يوم. ممكن اتراجع، لكن برضه بالتغيير التدريجي المستمر ابدا اقلل كميه السكر، حاجه بسيطه بحاجه بسيطه حين. ف هرجع لحضرتك تاني، هاخد معايا استاذ محمد من كفر الشيخ، استاذ محمد اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه، اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت بس انا عايز السؤال دلوقتي حضرتك طب هو في حته بس يعني فيها شبكه على يعني في حته فيها شبكه بس في حته فيها شبكه بس عشان نسمعك ممكن حضرتك كده سامعني كويس تمام تمام طيب بقول لحضرتك انا لسه بتعلم يعني في كليه م. وبعدين بنت خطه يعني ممكن مثلا ابقى بكلم والدتي أه وترجع تسالني وابقى فعلا وطبعا كنت رحت كشفت عند دكتور قال لي على طلعني لي طوار او حاجه يعني بيحتوي على الاوميجا 3 ومش عارف ايه اخذته لمده شهر بس برضه مش حاجة امم يعني انت بتنسى يعني المشكله عندك النسيان برضه. النسيان وحط الحاجه في مكان وانتهى. حاضر. حاضر. خليك معانا وتابعنا وحتعرف الاجابه من الدكتوره ايمان شكرا لاتصالك استاذ محمد برضه النسيان يا دكتوره آه ايمان كلنا. بيحط الحاجه برضه في مكان وبينسى والدته تكلمه برضه وبينسى وهو في كليه بيقول يعني مم. فبرضه حت هندور حوالين النسيان برضه وهتقولي يعني برضه ازاي نعالج النسيان زي ما حضرتك كنت تفضلتي وقلتي هنرجع لحضرتك وانت كنت بتتكلمي في الموضوع بتاع الكايزن, الكايزن او الكايزن. التغيير التدريجي المستمر التحسين التدريجي المستمر الفكره فيه زي ما قلت لحضرتك ان انا هتحايل على عقلي عشان ما يقاومنيش هو العقل بتاعنا يا دكتور بس انا هقاطعك حته كده يعني هو العقل بتاعنا كسول للدرجه دي يعني العقل لما بيلاقي الانسان م. بيبتدي يشغل دماغه كتير م. العقل بيتعب وبيبقى عايز يرتاح بيخضع عايز يخضع للارتياح للمنطقه الامنه هي يعني الفكره كلها هنا ايه م. هو في منطقه امنه انت ليه جاي تغير دلوقتي انا طول عمري باكل بطريقه غلط انت ليه جاي دلوقتي يقولي اكل صح خلاص صحيح. العقل اقل آه على حاجه معينه بيبدا يقاومك بقى... لان ده شيء مش معتاد عليه لكن احنا بنروده بقى تدريجيا كأن اللي هي التحايل اللي بقى اللي حضرتك عليه عن طريق ان انا بعمل تغيير لكنه طفيف مم. فالتغيير الطفيف لا يشكل مخاوف لا يشكل مخاطر على عقلي فبالتالي لو قللت السكر من اربع معالق ل ونص it's okay. مم. تاني تاني يوم تالت يوم بقوا تلاتة بعد كده اتنين واحد وهكذا هكذا فهتلاقي حضرتك الشخص اللي كان بيقول انا ما اقدرش اشرب كوباية الشاي غير بعشر 10 معلق سكر اتعود انه يشربها بنص معلقة طب. ليه؟ لكن بالتدريج وال يعني يعني بيعود عقله تدريجيا على التغيير ده شيئا فشيئا ده بيمشي بقى على كل حاجة في حياته تمام هاخد فيتسون من السويس وارجع لحضرتك تاني الو اتفضلي يا فندم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت عن الدكتور على اخويا عنده 20 سنة وبينسى كتير قوي يعني ومش حاجه في حته وينساه تماما يعني وهو لسه صغير يعني. 20 سنة. بس عايز اعرف المشكلة دي ازاي؟ حاضر. أنتِ متابعانا الأول في البرنامج؟ نعم؟ متابعانا؟ اه أنا البرنامج رأيك فيه إيه؟ نعم السلام عليكم. رأيك في البرنامج؟ برنامج جميل والله وانا متابعاه عامةً القناة كلها كويسة وعندنا هنا ناس كتيرة بتتابع القناة وبديهم حاجات مفيدة وحاجات هادفة جدا ربنا يخليك وحلقة النهاردة رأيك فيها؟ لا نعم النهاردة حلقة جميلة والله ربنا يخليك شكراً ليك هنجاوبك حاضر شكراً لحضرتك دكتورة برضه النسيان أخوها احنا 20 سنة وبرضه نسيان إحنا نفس إحنا بقى لازم ناخد بالنا فعلاً من موضوع الأكل بتاعنا لأن طب ده مهم جداً هو النسيان له علاقة بالأكل اكيد طبعا احنا حضرتك عارف الخلايا العصبيه اللي هي بتنقل الاشارات مم. ما هي عباره عن معلومات واشارات منتقلة عن طريق نواقل عصبيه عشان توصل لمخنا فتدينا حدث عشان يحصل استجابه مم. يعني حضرتك قلت لي حاجه معينه عشان انا اروح انفذها مم. فعشان هي توصل لمخي بطريق سالك وتوصل بقوه اشاره عاليه زي اشاره النت وكل حاجه ده. عشان توصل للإشارة دي بقوه يبقى, يبقى لازم الخلايا العصبيه دي تكون سليمه ويكون الغشاء اللي حواليها المايلين شيس او اللي هو بيبطنها وبيحميها سليم وما فيهوش اي يعني حاجه مقطوعه عشان حاجه تمنع الاشاره انها توصل بشكل قوي فهنا محتاجين ان الغذاء بتاعنا اولا نبتعد تماما عن الجانك فود او الحاجات اللي فيها دهون زياده اكل مجهز بره البيت الحاجات اللي فيها سكريات عاليه كل الحاجات دي نبتعد عنها نزود بقى في الاكل بتاعنا كل حاجه فيها فيتامينز زي فيتامين اي مثلا زي الاوميجا 3 الحاجات فيتامين فيتامين بي مجموعه فيتامين بي كلها مهمه مم. ففي الحاله دي انا بمد جسمي بالفواكه بقى والخضروات والاسماك وزي ما قلنا البذور والمكسرات والثوم كل الحاجات دي بتساعد جسمي ان هو يكون اكثر صحه وبالتالي بتساعد كمان على ان الاشارات اللي رايحه لدماغي دي تكون سليمه دي نقطه مم. النقطه الثانيه زي ما قلنا احنا هنرتب بقى افكارنا وهنعمل التمارين اللي احنا قلنا عليها بحيث ان هي شيئا فشيئا تساعدني على التركيز اكتر. طيب دكتور في حاجه مهمه جدا في حياتنا بيبقى في اولويات في الحياه ولكن احنا ما بنعرفش نحدد اولوياتنا ايه. يعني بيبقى في دماغي انا هتكلم عن نفسي في دماغي الف مليون حاجه عاوز اعمل الحاجه دي وعايز اعمل الحاجه دي وعايز اعمل الحاجه دي ودماغي متلخبطه مفيش ترتيب للافكار ولا للاشياء اللي في دماغي مم. طب ازاي احدد اولويات الاشياء التي اريد ان افعلها وهل م. ازاي اقول الاهم في المهم آه. ازاي يعني إيه بقى يبقى صعب يعني عليا اه مين هو الاهم, آه مين إيه. هو الأهم؟ يعني النهارده عايز اتعلم لغه يعني. وعايز احفظ قران م. وعاوز ابقى خطيب في مسجد آه. وعاوز ابقى مشهور جدا وعا... وعاوز طب ابدا بايه واعمل ايه واسوي ايه وايه الحاجات اللي هي م. يعني في... لو عملتها دلوقتي يبقى هي دي خلاص انجزتها وفي حاجات على المدى مدى الطويل م. وفي حاجات مش مهمه آه. يعني ازاي احدد الاولويات كتير مننا كده بيبقى مش عارف في حياته ازاي وفي وقت بيضيع مني كتير جدا آه. ازاي احدد الاولويات دي يا ريت تكلميني عنها تمام هي طبعا دي يعني موضوع مهم جدا حضرتك اثرته يعني شغل كل الباحثين في تطوير الذات وفي يعني عمليات التطوير والتنميه فاحنا دلوقتي فعلا وقتنا بيكون معانا وقت 24 ساعه معانا عمرنا اللي احنا المفروض هنسال عنه استثمرناه في ايه وانفقناه في ايه مم. فاول حاجه بدا يعني بتضيع وقتك في ايه طيب او اكتر حاجه شغلاك ايه يعني اكتر حاجه بتاخد من وقتنا ايه لو ركزنا كل واحد بقى مع نفسه هيجاوب السؤال ده هنلاقي ان اكتر جزء بيضيع فيه الوقت وبنسميه جزء الضياع هو الموبالي. التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي هنلاقي ده واخد 90% من وقتنا في حين هل هو مفيد يعني هل هو غالبا مفيد ولا لا مم. هل هو هام وعاجل ولا لا مم. فهنا الجزء ده لازم كلنا نحط عليه علامه استفهام كده ونركز فيه نحط تحسين خط هنلاقي في مرحله ثانيه زي ما حضرتك قلت في اشياء مهمه جدا انا عايز اكون خطيب مسجد، انا عايز اكون بابليك سبيكر متحدث عام في الناس، مم. انا عايز اتعلم لغه بشكل معين عشان هكون مترجم بعد كام سنه مم. او عشان هتخرج من الجامعه هشتغل الحاجه الفلانيه، عايز اكتسب مهاره، مم. دي شيء مهم لكن مش ثاني يوم الصبح أروح اتكلم في التلفزيون مثلا فهنا ده شيء بنسميه المربع ده هنحط تحتيه برده 100 خط وهنقول عليه ان هو هام لكنه غير عاجل مم. في مربع تاني بيكون عاجل وغير هام مم. اللي هو ايه بقى يعني تخفيضات في المكان الفلاني لمده يومين فقط فهو عاجل مم. لكن هل هو هام حضرتك يعني خلاص محتاج آه. تروح المكان ده فرح حد من المعارف بعيدين جدا هل هو بالنسبه لك هو عاجل اه ميعاده مش هيتغير لكن م. هل هو هام م. يعني تنفق وقتك فيه ولا تاخد من الوقت ده تحط في مكان ثاني فهنا بداوا يرتبوا المربع ارب يعني يجزئوا الوقت لاربع اجزاء م. جزء الضياع بتاع الفيسبوك بقى والمواقع التواصل م. ده ابدا اسحب منه لانه هو م. غير هام وغير م. عاجل لكن واخد جزء كبير من وقتي وابدا احط في الاجزاء اللي فيها استثمار مستقبلي اللي هو الجزء اللي هو هام لكنه غير عاجل اللي مم. هو انا هستثمر فيه في ذاتي، انا هلعب رياضه، انا هتعلم لغه، انا هنزل مم. احفظ قران، انا هاخد دروس معينه في مكان معين، هاخد كورس معين، ده اللي بيبني مستقبلي، ده اللي بيحدد طريقي. مم. اسحب من الوقت اللي بيضيع على مواقع التواصل وابدا احط مم. في الجزء الثاني اللي هيبني في مستقبلي حتى لو كان اونلاين برضو لكنه استثمار. الحاجات بقى في حاجات تانية بتكون هامه وعاجله وما ينفعش اخرها زي مواعيد الدكتور مثلا او هكشف هعمل تحاليل معينه فدي لا لازم دي اديها وقتها دي هعتبرها من اولوياتي برضو يبقى اولوياتنا اللي هو الحاجه الهامه لكنها مش مش ثاني يوم هستخدمها الاستثمار في الذات ده مهم جدا ليه الاستثمار بقى في الصحه او الاشياء الهامه والعاجله فببدا اشوف اهم ثلاث اشياء في في المربعين دول وابدا بيها يومي بقى. م. كورس اللغه ميعاده ابدا بيومي يومي، ميعاد الدكتور او التحاليل هبدا بيها يومي، اهم ثلاث اشياء واصعب ثلاث اشياء ابدا بيها اليوم بتاعي، لو انجزتهم هتلاقي اليوم اتفتح معاك وهتلاقي في اريحيه في التعامل وهتلاقي تحس ان في بركه في الوقت ليه؟ لان اهم ثلاث اشياء بدانا بيهم فتراجعت الاشياء الغير مهمه. تمام. دكتور سؤال بقى للثانوية العامة للناس اللي خايفين آه. أولياء الأمور. مم. معلش أرهقناكي. أولياء الأمور وطريقتهم مع الأولاد مم. في الثانوية العامة بنلاقي أولياء أمور محفزين جدا للأولاد وبيعملوا عليهم بريس جامد قوي وضغط ذاكر 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 والولد أو البنت بيبتدي يوصل لمرحلة الإنهيار. آه. تقولي إيه؟ إحنا عايز الأول الأول لأولياء الأمور وبعد كده حد نصيحة للطلبة. لل... أولياء الأمور نقول لهم إيه؟ اولا اولياء الامور لازم يعرف كويس قوي نقطه قوه ابنه فين مم. يعني قوة ابني فين؟ ممكن ابني يكون في الرياضة هايل أوي أو في الألعاب البدنية هايل أوي أو في الأشياء الحرفية هايل أوي، لكنه مش مش هيكون شاطر في الطب مثلاً. مم. فاحنا أهم نقطة إن أنا أبقى عارف إمكانيات ابني فين وما بتصورات خيالية في دماغي أنا. مم. فالنقطة الأولى أولاً التهيئة الجيدة، التحفيز المستمر إن هو أنت عملت اللي عليك وأنت تقدر والنتائج دي على ربنا، إحنا بنبذل الجهد اللي علينا او الابن ده هيبذل الجهد اللي عليه والنتيجه دي بتاعه ربنا وكل ميسر لما خلق له ففي مي. ناس هتكون نبغه جدا في الهندسه مش م. لازم اجبره انه يدخل طب م. في ناس هتكون هايله جدا كشخص تجاري او م. بيحب المحاسبه مش لازم اجبره انه هو حد يدخل فنون جميله في حد بيحب عوز القانون عوز فلازم نحترم م. قوه اولادنا فيه ليه م. بقى لان احنا لو ما عملناش كده ما ادينا لهمش الثقه والتحفيز الايجابي الطفل ده هيبقى مجبر انه يدخل كليه لبابا عايزها جزء من طموح بابا مش طموحه هو الشخصي مش قوته هو الحقيقية م. ففي الحالة دي هيجي عند 30 هيجي عند الأربعين هتلاقيه عمل كارير شافت وبدأ من الصفر غير مساره تماما وده شفناه حتى مع نجوم مثلا في في المجال الفني مثلا م. كانوا في كليه الطب او دكاتره وكذا وعملوا كارير شفت م. وفي مجالات تانية كتير يعني م. فالفكره كلها ان انا احترم قوه ابني فين رغباته فين اديله الجرعه الايجابيه اعرف ان كل شيء مقدر من عند ربنا وعمر ربنا ما هيضيع تعب ابني لكن لو انا بدأت أعمل عليه ضغط سلبي فأنا بسحب من طاقته الإيجابية وعمره ما هيركز وعمره ما هيجيب نتيجة كويسة <applause> دي كانت نصيحتك للاولياء الامور، مم. بالنسبه للطلبه بقى با با اللي داخلين على امتحانات الثانويه العامه نقول لهم ايه؟ نقول لهم ان هو زي ما <applause> اتفقنا ان ما فيش جهد بيضيع هباء وان اي شيء هم بذلوه في اتجاه مستقبلهم ربنا هيحفظه يعملوا اللي عليهم ويشدوا حيلهم ويستخدموا الخرائط الذهنيه ما يستغربوهاش او يقولوا الوقت مش هيسمح دلوقتي بالعكس بترتب الافكار المزدحمه في دماغنا وبترتب المعلومه في مخنا بشكل قوي بتساعدنا على الاحتفاظ بيها فتره اطول فدي هتساعدهم جدا ان شاء الله في المراجعات وهتكون سهله جدا وهو بيتناول صوره جميله ملونه وهو داخل الامتحان اسهل من انه يبقى شايل ورق كتير ملوش لازمه ربنا معاك بنشكر حضرتك على ترتيبك للافكار والاولويات وتحديد الاولويات اللي انت حضرتك اشرت اليها بنشكرك على بعض المعلومات الهامة اللي حضرتك أظهرتيها بالنسبة للفطر الأسود والأدوية الجديدة للسيطرة على الفيروس والتطعيم بالنسبة للقاحات بالنسبة للأطفال كانت حلقة يعني طفنا فيها في حاجات كتيرة جدا واتكلمنا في حاجات كتيرة جدا اتكلمنا عن التركيز والاحتفاظ بالمعلومة يعني وكان برضو السادة المشاهدين متابعينا في ان المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم هي التركيز وحضرتك اشارتي الى بعض التمارين الهامة اللي ممكن نعملها عشان نزود التركيز بتاعنا بشكرك واتمنى ان شاء الله تكون الحلقه يعني كنتي معانا ضيفه عزيزه علينا وان شاء الله نتمنى تكوني معانا في حلقات اخرى ان شاء الله لقناه الصحه والجمال ونتمنى ان شاء الله نشوف حضرتك قريبا في قناه السحول والجمال ميرسي حضرتك جدا يا اعزائي المشاهدين في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا نتقدم بالشكر لضيفتنا الدكتوره ايمان مرزوق استاذ علم الفيروسات والحاصل على دبلوم احترافيه من انجلترا في اداره الموارد البشريه يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم وطفنا في حاجات كثيره جدا شكرا للساده المشاهدين وشكرا لكل اللي اتصلوا بينا في الحلقه في برنامج روشيتا على امل وعد ان يتجدد اللقاء معكم في حلقات اخرى كان معكم هاني الفرماوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته